تطورات الظرف الراهن دور مركز الاتصال الحكومي كرابط مهم بين الجهات الحكومية والجمهور من أفراد ومؤسسات. الرحمن، عندنا تقرير مشاهدينا الكرام، نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود لاستكمال حلقتنا. هنا تتضح الرؤية ويقطع اليقين أي شك. كخلية نحل لا تهدأ، يستقبل مركز الاتصال الحكومي أكثر من 4 ملايين اتصال على مدار العام. وفي ظل تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19، لا يتحقق معنى المسافة الاجتماعية فرديا ومجتمعيا دون تحقيقها أولا على مستوى الخدمات التي يحتاج إليها الجمهور. في بداية الأزمة كانت 72 ساعة فقط كافية لتخصيص فريق بالتعاون مع وزارة الصحة العامة استعدادا لتلقي أي استفسار يتعلق بهذا الوباء، بدءا من تخصيص فريق لاستقبال المكالمات على الخط الساخن 16000 وانتهاء بتحويلها في حال اللزوم إلى الطاقم الطبي الذي يرابط في مقر المركز. وللتعليم نصيب من هذه الجهود الاستثنائية، حيث خصص المركز فريقا خاصا للرد على استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم فيما يتعلق بنظام التعليم عن بعد، لتمكين جميع طلبة الدولة من تحقيق التعلم في منازلهم دون خلل أو قصور. كفاءة وفاعلية وحرص على تحقيق أرفع معايير الصحة والسلامة بين موظفي المركز الذين يصلون الليل بالنهار تلبية لكل ما يحتاج إليه مواطنو ومقيمو دولة قطر لضمان سلامتهم وحماية حقوقهم ومصالحهم على مدار الساعة. إذن مركز الاتصال الحكومي رقم 16000 أحد الجهات المخولة بالرد السريع على استفساراتكم في العديد من الموضوعات التي تضيف إليها كورونا أو تضيف إليها أيضا مواضيع كورونا كوفيد-19. نعم، أي بعد اتصال بسيط على هذا الرقم ستشعر أن هناك من يساندك وكذلك يجيب على تساؤلاتك بل ويدعمك ويوفر لك مختصين في القطاع الطبي لطمأنتك من خلال معلومات طبية سليمة. أكيد، وجهود مميزة لهذا المركز الذي يعتبر خط دفاع ضد كل إشاعة أو معلومة غير صحيحة على مدى 24 ساعة، وهي جهود نسلط عليها الضوء من خلال الهاتف مع السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات. بداية أستاذة مشاعل، حدثينا عن الخدمات التي يقدمها مركز الاتصال الحكومي 16000 بشكل عام والخدمات التي تم إدراجها في فترة انتشار كوفيد-19. السلام عليكم. طبعا مركز الاتصال الحكومي هو أحد مبادرات استراتيجية حكومة قطر الرقمية وأحد أهم الخدمات الحكومية المشتركة. حاليا يقوم المركز بتقديم خدمات الدعم الفني ل 35 هيئة وجهة حكومية في الدولة بأكثر من 70 خدمة مختلفة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وطبعا بعدة لغات مختلفة من بينها لغة الإشارة. هناك رقم حكومي موحد للجهات الحكومية بشكل عام وهو 109، وهناك أرقام يتم تخصيصها للقطاعات مثل 16000 الذي تم تخصيصه لتقديم خدمات القطاع الصحي في الدولة. نعم سيدة مشاعل، تفضلي. عفوا، بس الخدمات اللي تم تقديمها للجمهور من خلال الفترة هذه بشكل عام هي خدمات التوعية والنصح والإرشاد بما يتعلق بالفيروس وكيفية حماية الأفراد والعائلات والمؤسسات من التعرض له، وكذلك التوعية بإجراءات وآليات الحجر المنزلي والسفر وغيرها. وأيضا يتم الإجابة على استفسارات الجمهور المتعلقة بصفات هذا المرض وأعراضه وتقديم الاستشارات الطبية المتعلقة بالحالات المشكوك فيها والحالات المصابة بالفيروس. نعم سيدة مشاعل، كم بلغ الوقت الذي تم إدراج خدمات جديدة ضمن المركز المختص فقط في الرد على استفسارات لانتشار كورونا؟ يعني تم تدريب 150 موظف وتجهيز الخدمة وتشغيلها خلال 3 أيام عمل. 150 موظف
150 نعم. موظف لاستقبال هذه المكالمات. ممتاز. نعم. طيب هل هناك طاقم طبي للرد على استفسارات الجمهور الطبية وكذلك شرح بعض الحالات والنقاط اللي يتم الاستفسار عنها؟ طبعا في تنسيق دائم مع القطاع الصحي، وتم تخصيص الحاق 51 شخص من الكادر الطبي من الأطباء والممرضين متواجدين معنا في المركز لتقديم هاي الرد على استفسارات الجمهور. نعم. جميل. سيدة مشاعل، هل هناك خدمات يعني يقدمها مركز الاتصال الحكومي في ملف التعليم عن بعد ودعم هذا التعليم؟ بالتأكيد مركز الاتصال الحكومي بعد يقوم بتقديم خدمات لوزارة التعليم والتعليم العالي من فترة طويلة على رقم 155، ومؤخرا تم إضافة خدمة دعم منصة التعليم عن بعد من خلال إجابة على أسئلة الطلاب وأولياء الأمور كل ما يتعلق بالمنصة عن بعد كيفية استخدامها الأمثل. جميل. ماذا عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وطريقة التواصل معهم؟ لدينا خدمة الاتصال المرئي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تقدم من قبل فريق مختص بالتعامل مع لغة الإشارة. نعم. السيدة مشاعل علي الحمادي، شكرا على كل ما يقدم لخدمة أبناء هذا الوطن من أبناء هذا الوطن. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نواصل الآن حديثنا عن الرقم 16000. هذا الرقم مثل ما أذكرت أختنا مشاعل أن هناك استقبال وهناك 150 كادر، كل هذه الأسماء يستقبلون اتصالاتكم وكذلك أيضا استفساراتكم، فنتمنى التوفيق للجميع. هذا هو طبعا الرقم 16000 أمامكم على الشاشة.